هذه الصورة هي فندق مكة جراند كورال. هذا الفندق يقال أنه هذا في تبع الأغوات بشكل أو بآخر. نعم، صححين هذه المعلومة إذا كانت هي صح. لا فعلا هو من أوقاف أغوات الحرم المكي الشريف. طبعا هذا وقف من أوقافهم بأجروا ريع وكله راجع للأوقاف للأغوات. طبعا الأغوات عندهم أوقاف كثيرة ليس فقط الفندق. وش الأوقاف اللي عند الأغوات؟ طبعا أول حاجة إحنا نريد أن نعرف أن الأغوات المسجد الحرام أوقافهم تختلف عن أوقاف المدينة أو غوات المدينة. طبعا في مكة هنالك عندهم أوقاف سواء عقارات، وكذلك عندهم أسهم في شركات، وعندهم كذلك حقور. عندك تفاصيل بالموضوع ده؟ نعم عندي تفاصيل. أعطيني التفاصيل اللي عندك. يعني مثلا هذا نوع أهو. أقول لك نعم. يعني مثلا عندهم مساهمة في شركة جبل عمر. عندهم يعني عندهم أسهم في شركة جبل عمر. نعم عندهم أسهم في شركة جبل عمر. عندك رقم عدد الأسهم؟ نعم كله عندي موجود إن شاء الله. طيب أعطيني إياها. الأسهم اللي موجودة عندهم في شركة جبل عمر، العقارات اللي تم رصدها في جبل عمر بلغت 117 مليون. 117 مليون هذا نصيبهم في العقار. نعم طيب. وثلث 161,911 هذه قيمة الأسهم المملوكة، هذه العقارات التي قدرت لهم في جبل عمر. طيب تمام. وش بعد وعندهم كمان حكورات في جبل عمر. الحكورات طبعا الحكر اللي هو عمارة أنا أجرها لأمد طويل سنوات طويلة. أوكي. نعم فوجدوا عندهم حقورات كذلك ب 16 مليون، قدرت قيمتها ب 16 مليون و458,787 ريال و50 هللة. عندنا جمعها 133 مليون و820,000. طبعا هذه اللي دخلت مساهمة، المبلغ ذا دخل مساهمة بشراء أسهم في جبل عمر وفي شركة مكة. شركة مكة منفصلة. يعني هذه بس في جبل عمر. شركة مكة تم تعويضهم كذلك في العقارات اللي موجودة في شركة مكة للإنشاء والتعمير بمبلغ تقريبا 4,331,000، وتم شراء أسهم لهم بها في شركة مكة، وكان السهم في وقتها بعشر ريال، وبدأ صرف أرباح شركة مكة للإنشاء والتعمير من عام 1415. طيب الحين الصك ذا الكبير ذا وشو اللي معك؟ هذا أطول صك، أطول صك أنا شفته مر علي في أوقاف اللي هو أغوات المسجد النبوي الشريف. طبعا هذا أطول صك. أهو أطول صك ما أدري. طيب إيش الصك ذا عبارة عن إيش؟ هذا صك عبارة عن وقف من أوقاف الأغوات يعود إلى مرجان سليم آغا. أوقفوا على الأغوات المسجد الحرام طبعا النبوي عفوا. فطبعا كان عندهم دارين أو عمارتين في المنطقة المركزية في موجودة في بقرب الحرم. فطبعا مع التوسعة قدرت العقارين وتم تعويضهم بالمبلغ ب 57 مليون و673 تقريبا ألف، وتعويضهم بالمبلغ. طبعا المبلغ اشتروا لهم فيه مباشرة 6 قطع أراضي. طبعا السك طويل عشان بيحددوا لك المساحات فاشتروا 6 أراضي، وطبعا هذه الأراضي ب 43 مليون. الفرق ما بين التقدير وما بين الشراء 14 مليون و99 ألف. هذه وضع صرفوها بشيكين إلى صالح الوقف نفسه، بحيث أنه يعني لم يسلم المبلغ للغوات، هو يفضل في الوقف، يحتاجوا في بناء الأرض، يحتاجوا مثلا في لصالح الوقف. يعني لصالح الوقف. بس كم عقار عندهم في الأوقاف دي؟ كم عقار تجي سواء في مكة ولا في المدينة ولا حتى ممكن تكون خارج مكة والمدينة في السعودية؟ والله عندك إحصائيات لها؟ نعم عندي إحصائيات. يعني مثلا في مكة المكرمة في لقاء حصل مع اللي هو الوكيل الشرعي لهم في عام 1410 قال إنه وجد عندهم 44 وقفا في مكة عمارة أوقاف. أنا عند دراستي عن الأوقاف في مكة المكرمة وبإضافة الأسهم اللي أضيفت، يعني العقارات اللي تم إزالتها وحسبت أسهم، وجدتها 46 وقفا في مكة المكرمة. في مكة 46 وقفا. 46 وقفا بالإضافة للفندق. تمام. في المدينة المنورة
أشياء متنوعة، وجدت عندهم 15 عقار، وجدت عندهم فندق في المنطقة المركزية، 26 عمارة، 8 شقق، 7 أراضي، سوق تجاري عندهم بالإضافة إلى عدد 16 محل تجاري، بما يعني نقول ككل مجموعه 62 وقف لأغوات المدينة المنورة. هل الحين أيضا بسألك أنا في سؤال، أنت رحتي أيضا لشركة الكهرباء؟ نعم. علشان تعرفي كم عدد الاشتراكات، عدد الاشتراكات والمباني اللي تبع غوات الحرم. نعم. عندك الرقم ده؟ طلبت برنت من شركة الكهرباء. كم عقار صار عندهم؟ في اشتراكات العدادات اهي هذا البرنت اللي طلبته من شركة الكهرباء، مكتوب وقف الاغوات، طبعا عديتها كلها طلعت 281 اشتراك. 281 اشتراك. يعني عندهم 281 مبنى. لا مو مبنى، لانه ممكن المبنى الواحد يكون فيه 3 اشتراكات او 4 اشتراكات على حسب حجم المبنى. وعند الاحصاء طبعا هنالك عدادات بتكون اصفار، هذا دليل انه هذا العقار مزال من المنطقه المركزيه، لانه اكثر عقاراتهم كانت في المنطقه المركزيه اللي هي في مكة، في الشوارع او الحواري اللي بجانب المسجد الحرام. والمدينه برضو اخذت برنت عليها؟ نعم نفس الطريقه. طيب هذه الاصول الحين انت يعني توصل كم؟ انا قريت في احد المقابلات الصحفيه اعتقد في عكاظ اذا ما خانتني الذاكره انه اللي في المدينه يتقدر قيمتها الاجماليه يمكن اكثر من نصف مليار ريال. نعم. انت عندك رقم للاجماليه؟ لا كتوتال عام لا، لكن هي تقدر بالملايين، هي ثروه كبيره جدا. طيب هل معنى هذا نقول انه لغوات اثرياء؟ هي تصرف لهم تركاتهم او اموال الاوقاف برواتب شهريه. لا هي رواتب، انا الحين بجيك على رواتب الشركه. لا راتب من قيمه الاوقاف.